تحياتي واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من سلسله سافر لامريكا، حلقه في غايه الاهميه. هنتكلم فيها عن تفاصيل فيزا الاف 1 مع محمود صديقي من مصر اللي لسه حاصل على الفيزا يعني من ايام قليله او يمكن اسبوع، علشان تشاركني انا والاصدقاء نتعلم ونستفيد من تجربتك في الحصول على الفيزا. شكرا جزيلا محمود. طبعا لا شكر ولا حاجه يا استاذ محمود. انا من اول ما خدت الخطوه ديت كان سبب كبير جدا، وفضل ربنا ثم حضرتك ان انت شجعت الواحد ان هو يبتدي يغير ويبتدي يشوف مستقبل في مكان افضل طبعا زي امريكا. وطبعا شفت كل الفيديوهات بتاعت حضرتك اللي هي بتتكلم على السفر والتخصص اللي انا كنت عايز، يعني السفر اطلع على ايه بالظبط في الدراسه مش اي فيزا. فاستفدت جدا منك، فلما ربنا كرمني الحمد لله وخدت الفيزا كان لازم ابلغ حضرتك واقول لك الحمد لله، ونعمل مقابله بسيطه كده بحيث ان شاء الله الناس اللي هي بتسعى في الموضوع ربنا يكرمها ان شاء الله. يلا بينا محمود نخش مع بعض في التفاصيل علشان ما نطولش على الأصدقاء، وعايز أبدأ معاك من نقطة البداية. أنت قررت وعرفت وحددت اتجاهك إن أنت عايز تحصل على فيزا الاف 1 للدراسة في أمريكا، قولي بقى إيه أول خطوة يعني عملتها، إيه البحث اللي أنت عملته علشان تبدأ المشوار بتاعك لغاية ما تحصل على الفيزا؟ عملت ريسيرش كامل عن الجامعة أو الجامعات اللي هي قوية في الـ F1 بحيث يكون موقفي قوي جدا في السفارة لما أخش أقدم على F1، يعني تكون جامعة قوية جدا ما أكونش رايح أدرس إنجليزي وأنا عندي أصلا الجامعة الأمريكية في مصر. دورت على أفضل الجامعات، طبعا لقيت 3 جامعات فاخترت منهم جامعة واحدة وابتديت إن أنا أخاطبها وأبعت لها الأوراق اللي هي مطلوبة وهم يبعتوا ناخدوا أوراق، وخد الموضوع وقت، ولكن في النهاية كان في الاي 20 الحمد لله حصلت عليها. يعني طب محمود عايز اعرف منك الفترة الزمنية من اول ما بدأت تتواصل مع الجامعة لغاية ما حصلت على الاي 20، الفترة دي كلها اخدت قد ايه؟ بالظبط انا ابتديت المشوار من شهر 8 اللي فات، جامعة ميزوري نبراسكا ويوتا يونيفرسيتي. من شهر 9 انا ابتديت اقدم في الـ3 جامعات بحيث ان القبول الجامعي اللي هيجي لي الاول هبتدي اخد عليه ميعاد الفيزا كده. جالي القبول بالظبط من 5/5 تقريبا، وكان المفروض ان شاء الله الدراسه تبتدي يوم 18/8، فاخدت القبول الجامعي ويعني تقريبا اخد وقت سنه او اقل من سنه في حسبه 9 8 شهور كده. يعني 8 شهور بتتواصل مع الجامعة في إيميلات رايحة جاية، وممكن يكون كمان تليفونات بيطلبوا منك مستندات بتبعتها، الكشف، الحساب البنكي، كل الحاجات. هل تدينا كده نبذة سريعة عن التواصل كان بيتم إزاي؟ وعايز أعرف لغتك الإنجليزية أخبارها إيه محمود، وتقول لي بعض المستندات اللي طلبوها منك. معلش سؤال كبير شوي. بالنسبة للغة الإنجليزية بتاعتي أنا مش بروفيشنال إنجليش، ولكن كويس، يعني بفهم كويس وأقدر أتكلم كويس. بالنسبة للمستندات هم كانوا بيطلبوا كل فترة مستند، لأن هي زي جامعات قوية جدا، فكنت ببعت كل فترة مستند. زي إيه؟ زي مثلا شهادات تخرج بتاعت تالتة ثانوي بتاعتي، شهادات تخرج الجامعة بتاعتي، وطبعا ده كله بيترجم وأبعت، أترجم وأبعت، يرجعوا طلبوا شهادة تانية ثانوي بتاعتي دي من الجامعه اللي هي خدت القبول او اللي انا خدت منها القبول وكملت معاها. بعد كده كانوا بيعاملوا معايا انترفيو عن طريق الكاميرا، عن طريق كاميرا يعني بالكمبيوتر كده، فكان الانترفيو كان بيتكلم عن الدراسه بتاعته وكلام من كده، فعملت الانترفيو. بالنسبه للحساب البنكي انا بعته اكتر من مره، بعته اول مره، بعدين قبل الاي 20 ما يبعتوها بشهر طلبوه تاني، قبل الاي 20 بيومين بالظبط طلبوا مني حاجتين، بعتوا لي ايميل قالوا لي ان هم ان في ورق PDF كده مضيت عليه اللي هو تعهدات وكلام زي كده، وبعد كده قالوا لي محتاجين كشف حساب بنك حديث. رحت بعت اللي انا كنت بعته قبل كده، قالوا لي لا عايزين حديث، فطبعا جبته الحمد لله. طبعا مش عارف هتتفق معايا ولا لا، انه تجربه الحصول على الاي 20 من جامعه هتكون تجربه شخصيه، يعني ممكن هتفرق شويه من جامعه للتانيه. في زي ما انت قلت جامعه طلبت منك شهاده ثالثه ثانوي، جامعه تانية طلبت شهاده تانية ثانوي كمان عليها، ممكن جامعه ثالثه تطلب حاجه مختلفه تماما، انت اكستكفوا بانك ترجمت الاوراق وبعتها، ممكن جامعه تانية تقول لك لا انت لازم تبعت الاوراق بتاعتك للواس اللي هي WES.org، فالتجربه دي بتبقى شخصيه شويه. هل هتتفق معايا؟ طبعا هتفق مع حضرتك، هو كل واحد وليه كيس معينه بيمشي فيها، بس ان فاينل في الاخر خالص
انت ليه هتاخد اي 20؟ عظيم. إذا النتيجة في النهاية واحدة، واللي أخدت منك 8 شهور كان عندك صبر أيوب. أنا بحييك طبعا إنك قدرت تصبر الفترة دي كلها، ولكن عايز أسألك محمود، إنه أنت كنت يعني من المحظوظين إن كان عندك كشف حساب حقيقي وفلوس قدرت طبعا توريها وتجيب يعني ورقة من البنك شهر بعد شهر، ولكن نقدر نقول للأصدقاء إن في ناس كتير اللي حتى اللي ما عندوش الحساب البنكي بيعرف يتصرف. وهنحط نقطة ومن أول السطر، يعني مش عايزين نطول كتير في الموضوع ده، ولكن اللي من واقع تجربتك واللي أنت عارفه ويمكن شاركتني بيه إن في ناس بتتصرف. مظبوط. يعني ان شاء الله لما نتكلم على موضوع السفاره انا هقول لك ان ما بصوش ورقه عندي في في حاجات زي كده بتحصل، بس انا كنت ظبط كده، عندي فلوس بتاعتي وبعت عربيتي، خلاص خدت قرار بعت عربيتي، وكان عندي بعض الشغل ابتديت اصفي، فاوريدي كان عندي كل المبلغ بتاعي مكفيني في البنك، فما كنتش، وكان الطرق دي كانت موجوده كنت اقدر اعمل الطرق ديت، ولكن انا اوريدي معايا فلوس فخلاص ما احتجتش ان انا امشي في طريق زي كده. عظيم عظيم. ننقل بقى الكلام محمود، بعد ما حصلت على الاي 20 بقت في ايدك وبقيت جاهز انك تحجز ميعاد في السفارة، قولي اول خطوة بعد ما اخدت الاي 20 كانت ايه؟ على طول على موقع السفاره مليت الاي دي اس بتاعتي وحطيت كل حاجه فيها مظبوطه جدا، حتى سؤال ان انا قدمت على هجره قبل كده، انا كنت مقدم مع حضرتك قبل كده على هجره، وكتبت كنت مقدم على هجره، ما كانش عندي مشكله، انا كتبت كل حاجه تماما صحيحه. ميعاد الدراسه بتاعي يوم 18/8، ميعاد المقابله بتاعتي كان يوم 15/8، فعملت ايمرجنسي للموعد بتاعي، ولما عملت الايمرجنسي الموعد بتاعي جالي على طول في خلال يوم 5/6 اللي فات بالظبط. طب انا عايز اعمل كذا وقفه معاك يا محمود، لان كده في حاجات كتير قوي عظيمه في النقطه دي. الدي اس اللي انت مريتها هي طبعا دي اس 160، واللي مصاريفها لغايه يمكن النهارده ما زالت 160 دولار، ولكن من اول بكره هتبقى 185 دولار. انت قلت ان انت كتبت انك قدمت طلب هجره، ممكن توضح لي تقصد ايه بانك قدمت طلب هجره؟ انك قدمت على اللوتر يعني، هو ده اللي انت قصدته؟ بيكون في سؤال يا استاذ محمود، هل تقدمت بالهجره قبل كده؟ يا نعم يا لا. انا عملت نعم. عملت نعم بناء على انك قدمت في اللوتري اللي هو في شهر اكتوبر من كل سنة. لا بالظبط، انا كنت مقدم المره اللي فاتت دي. طب خليني اقول لك يا محمود، يعني كان الاصول انك تقول لا، لان في الحقيقة اللي بيقدم على اللوتري في شهر اكتوبر هو ما بيقدمش على الهجرة، اللي بيقدم دي اس 260 هو اللي بيقدم على الهجرة. يعني لو تم اختيارك في اكتوبر ومليت الاستمارة بتاعة دي اس 260، هي دي استمارة طلب الهجرة. الاستمارة الاولانية دي طلب لوتري، ما هياش طلب هجرة. فانت عملت غلطة في الدي اس 160، ولكنها في الحقيقة ما أثرتش على التجربة بتاعتك، وفي النهاية برضه حصلت على الفيزا. يعني انت يمكن اديت لنفسك ايه، رجعت نفسك خطوتين لورا وانت بتملى الاستمارة، ولكن ما زلت عديت الخط وحصلت على الفيزا. انا يمكن المعلومه دي اول مره اعرفها، ولكن انا السؤال ده جاوبت عليه كده، ولكن انا كنت في مقابله السفاره كان عندي ثقه قويه جدا 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 يعني، فيمكن يكون ده سبب كبير جدا. أنا متأكد من كده، أنا متأكد إن الكيس بتاعتك، الحالة بتاعتك كانت مقنعة جدا للموظف بتاع السفارة. واللي هننقل بقى الكلام دلوقتي بعد ما خلاص أخدت الميعاد وغيرته عشان الإمرجنسي إنه يبقى بدري شوية وقدرت تحصل على ميعاد بدري، احكي لي بقى من أول ما صحيت الصبح، قول لي بقى شعورك إيه وكنت جاهز إزاي ولابس إيه واديني كل التفاصيل. طيب بص يا أستاذ محمود، أنا الرحلة بالظبط مع السفارة ابتدت قبل ميعاد السفارة ب 30 يوم بالظبط، من أول ما تحدد لي ميعاد 5/6. اوكي لما تحدد الميعاد ده انا كنت كاتب، عايز اقول لحضرتك الايام دي على الحيطه على ورق اي 4، وكاتب 1 2 كذا 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 كذا، كل يوم يخلص اشطب عليه، وكل يوم انا كاتب هعمل فيه ايه، اخر يوم كاتب فيه كلمه اف 1 حصول على الفيزا باذن الله. ابتديت في الفتره ديت اخد اراجع كل الفيديوهات واطلع الاسئله وراجع الداتا كامله متكامله عن ان انا ايه اللي اتسال ازاي واجاوب ازاي، اجابه تكون مختصره ومفيده. فجهزت نفسي تماما، جاء يوم المقابله بالظبط كان يوم 5/6، انا نمت طبعا ما كانش جاي لي نوم، كنت بحلم باليوم بتاع بكره ده بالظبط كده. وبعدين طبعا كنت مجهز، انا اقول لحضرتك على حاجه قبل من المقابله بيوم، انا كنت رايح للحلاق قلت له عايز باكج العريس، فل ماسكات فل، والله يا استاذ محمود فل ماسك كل حاجه. رحت قبل ميعادي بساعتين، اول حاجه عسكري بره او ضابط مع عسكري قال لي، قلت له لو سمحت انا عندي مقابله النهارده، قام لي ورقه الميعاد فديتها له، قام باصص فيها لا عندي ميعاد ومش في وقتي، فقال لي اتفضل، انا وقتي كان لسه فاضل عليه ساعتين. رحت وقفت في الطابور، بدايه في شخص من موظف في السفاره بياخد معاه تابلت او ايباد، بياخد رقم الدي اس تقريبا او رقم تاكيد الميعاد
وبيحطه عنده على السيستم ويتاكد ان انت عندك معاد. بعد كده بروح لطابور تاني، ده اللي هو بتاع بقى التفتيش اللي هنخش على السفاره. فدخلنا بيدونا بوكس خشب كده بنحط فيه كل حاجه متعلقات شخصيه، حطه هو على جهازه. وبعد كده عديت من جهاز زي بتاع البنك كده اللي هو بيزمر ده. بعد كده في موظفه قالت لي انزل السلم، فبصيت لقيت سلم كده قدام بتاع 3 متر، نزلت السلم. اول ما تخش على يمنا كده في حد بيسال بالعربي، انت رايح فين؟ رايح امريكا ليه؟ فقلت له عشان عندي دراسه. قام قايل لي طيب هات الباسبور والاف 1 وسيفز، ورقه السيفز دي $350 اللي احنا بندفعهم. فاديته الحاجات ديت، قال لي انت كنت متصور؟ انا اعرف ان في ناس هتتصور في السفاره ويفضل ان احنا نتصور في السفاره. فقلت له لا مش معايا الصوره 5x5، المفروض دلوقتي ان انا اخد رقم عشان اخش المقابله. فقلت له لا مش معايا. قام قايل لي روح اتصور وتعالى. قلت له تمام. رحت اتصور جوه السفاره جوه المكان. رحت اتصور جوه السفاره، انا لقيت طابور كبير جدا. اتصورت خدت فيها بتاع ساعه ونص ساعتين، وبعدين رجعت تاني لنفس الشباك اللي سالتني على الورق ده وقالت لي، بس بعد فتره يعني قالت لي، قلت لها لو سمحت انا اتصورت. طبعا كل اللي جم بقى قبل مني وبعد مني مشوا، ولسه بقى المواعيد المتاخره بقى اللي هي بعد الظهر دي، كان بيبقوا الشباب بيتجمعوا مع بعض يعني اثنين ثلاثه كده يتعرفوا على بعض. فانا ما كنتش، ففي حد جه قال لي انت رايح ليه؟ قلت له رايح عشان عندي دراسه. قال لي وانا رايح عشان سياحه. فقلت له ربنا يوفقك. فما حبيتش ان انا اقف معاه علشان اكيد في واحد تاني هيجي ممكن نتكلم، ممكن تحصل حركه بسيطه تقلل الثقه بتاعتي، اللي هو ممكن يقول لي انا مثلا انا مرفوض قبل كده مرتين ثلاثه، هيقول لي كده انا على طول يعني هقلق، كل 10 دقائق ربع ساعه اخش الحمام ابص في القميص كده وكده واطلع. بعدين بقى لقيت الموضوع لسه مطول، فلقيت في واحد عنده مكنة اسبريسو جوه وبيبيع قهوة وريدبول وعصير وكده، مكان صغير جدا بارتيشن صغير كده. فرحت قلت له صراحة انا عايز في اسبريسو، قال لي اه، هو راجل مصري بس شكله امريكاني كده. فقلت له طب انا عايز واحدة اسبريسو، قام عاملها لي وحسبت عليها. وبعدين ما دخلتش قعدت جوه مع الناس اللي قاعدة، قعدت في الاوبن اير بره في الموظفة وانا طالع. قلت لها انا هقعد بره فلو دوري جه. قالت لي بالنادي بره ما تقلقش. قعدت اراجع، انت كنت متوقع اول 3-4 اسئله هيسالهم لي، هيسال منهم سؤال رايح فين، يا رايح ليه، يا رايح فين في امريكا، او انت بتعمل ايه. انا كنت متوقع كذا سؤال. فقعدت اراجع كده وارتب نفسي وارتب كمان البعض اخطاء الكلمات اللي كانت حاصله، اللي انا كنت مراجعها مع بالليل على جوجل ترانسليشن، كنت احط الجمله كامله واشوف هو ممكن يعدل لي ايه. فرجعت نفسي الحمد لله تماما. بعد كده ابتدى دوري قرب يجي، فكان فاضل يعني في 10 وبعدين 10 وبعدين انا اخش بقى مع ال 10 التالتين. محمود قبل ما نكمل بقى ونخش في تفاصيل المقابله مع القنصل والاسئله بالظبط بالتحديد اللي انت سالتها، عايز اعمل معاك كذا وقفه اثناء انتظارك لموضوع المقابله. هل شايف ايه هو كلمه السر؟ ايه هو المفتاح؟ هل مثلا يعني انا حسيت من كلامك انك عايز تقول لنا الثقه بالنفس، كل شويه تدخل تبص كده في المرايه بتاعه الحمام او تاخد القهوه بتاعتك وتبعد عن الناس، هل شايف ان كلمه الثقه هي بالفعل كانت يعني الحاجه اللي لازم كلنا نبقى شغالين عليها قبل المقابله؟ انا واثق في نفسي ان انا عندي حياه وعندي دنيا هنا، وان انا ممكن فيزيت امريكا دي مش فارقه معايا قوي يعني، وده اللي مش فارقه ان هو لا انا لو ما خدتهاش دي نهايه العالم، هي اكيد مهمه بالنسبه لي بس لو ما خدتهاش مش نهايه العالم يعني، لا خلاص انا عملت كل اللي عليا، تعبت جدا جدا جدا، فخلاص داخل باذن الله. جت تمام، ما جاتليش هحاول تاني. ننقل بقى للجزء بتاع داخل، انت بقى بتاخد الخطوات متجه ناحيه الشباك وشايف الموظف قاعد قدامك. اديني بقى كده يعني مراجعه سريعه للمقابله، هل كانت بالعربي ولا بالانجليزي؟ ايه بعض الاسئله اللي اتسالتها وكانت مدتها كلها على بعض قد ايه؟ تقريبا المقابله بتاعتي ما كملتش دقيقه يعني، تقريبا كانت اقل من دقيقه يعني، دقيقه واحده. وممكن هقول لك تجربه 3 أو 4 أشخاص وأنا داخل المقابلة كانوا واقفين على يميني بالظبط، بيني وبينهم أقل من ربع متر يعني، إحنا واقفين في صف وهم بيعملوا المقابلة مع القنصل كده. كانت بنت هي شغالة رايحة فيزت بي 1 بي 2، هي شغالة في هشام طلعت مصطفى، مقابلتها كانت عربي. فبتقول لها القنصل كانت جايبة بنت تترجم لها، شغالة فين؟ قالت لها هشام طلعت مصطفى. قالت لها شغالة فين؟ قالت لها في سمارت فاليج، القرية الذكية دي مكان عندنا هنا. هو طبعا أنا يعني بما اني كنت براجع الكلام ده فهو كله كده اصلا قالت غلط يعني، هي شغاله فين تايتل كامل متكامل اكيد يعني كده.
فبعدين قامت قالت لها انت متجوزه؟ قالت لها اه. قالت لها جوزك شغال فين؟ قالت لها مش عارف ايه كده. قالت لها بعد كده بيقبض كام؟ قامت قالت لها 18. هو برضو دي اجابه غلط. اول ما قالت 18 انا كنت متوقع جدا ان هي الثانيه هترد عليها رد يعني بالشهر ولا في السنه؟ بالمانس اور بالير؟ اوكي. قامت جايه كاتبه شويه على الكمبيوتر قالت لها جيف مي رايت هاند، قامت حاطه ايديها قامت قالت لها سوري. دي كانت اول واحده اترفضت وانا قصاد واقف قصادها. الخطوه اللي بعد كده كان واحد رايح على امريكا بياخد فيزا، هي فيزا تقريبا اي بي 3 حاجه زي كده يعني مش عارف، بياخد فيزا قويه يعني. المهم اللي حصل بالظبط في اوراقه كان معاه اوراق كتير كتير جدا، مقابلته بالعربي في هنا الكونسول بيحط الشخص اللي قدامه تحت ستريس، بعلي صوتي في نبره الكلام اولا عشان الشخص اللي بره يسمعه، وبيعلي صوته علشان تتوتر يعني عشان اوترك. اصل هو هما بيدوا فيز مش ما بيدوش فيز، هما بيدوا فيز عادي جدا مفيش اي مشكله، بس انت تبقى صح. الصح في ايه؟ ما تبقاش حافظ النهارده وبكره مقابلتي اروح ما اتكلمش. الشخص ده قال له رايح فين في امريكا، بس بصوت يعني عالي شويه يعني، قال له رايح فين في امريكا. تاني قال له قام التاني ضاغط عليه بقى على طول قال له رايح في اي ولايه في امريكا بالظبط بنفس الطريقه كده. التاني قال له اصل هي كلمه تقيله كده اورك يور، قال له نيويورك. قام الشاب المصري قال له نيويورك نيويورك. قام قال له هات بقى كل ورقك ده بالمصري وبالانجليزي، قال له جيف مي يور بيبر. قام جاي كاتب له حاجه كده، المهم اداله ورقه يعني. انا مش عارف ده كان رفض ولا تحوله اداري. اللي بعده برضه ده كان مع القنصل اللي انا دخلت له، قال له انت رايح امريكا ليه؟ قال له بالظبط كده، قال له رايح امريكا علشان القنصل اللي انا دخلت له ده بسرعه يعني ما بعتش مع حد. قال له انت رايح امريكا ليه؟ قال له رايح امريكا علشان ازور بنتي. قال له بنتك في امتى بقى لها دي في امريكا؟ قال له بقى لها 9 سنين. قام قايل له بنتك شغاله ايه في امريكا؟ هي بنته هو ما عرفش يقول التايتل بتاع شغل بنته بالانجلش، هو اكيد يعني انا متخيل ان هو ممكن يكون حاجه بوزيشن تقيل في النطق الراجل عشان عربي مش عارف يقوله بالانجلش. فقعد يتلجلج حوالي من 10 ثواني قال له قام قايل له اوكي. ام جاي كاتب وقال له سوري. هو طلع انا دخلت. طب عايز اعمل معاك وقفه هنا، يبقى واضح من التجارب دي يا محمود اللي انت سمعتها انه اللجلجه في الكلام بتقرف الموظف بتاع القنصل، وهو نفسه بيحاول يوترك علشان انت تتلخبط، يبان اذا كنت انت واثق من نفسك. هترجعنا تاني لكلمه الثقه، لو عملت المقابله دي مع الشخص كل يوم من ايام الاسبوع لازم يعرف يجاوب كل يوم من ايام الاسبوع، ما هوش جاي حافظها مره واحده وخلاص، لازم يكون واثق جدا من كل المعلومات اللي هو بيقولها وما يبقاش عنده اي لجلجه، ما فيش اي تاخير. بنت اللي قالت 18 دي يعني الاصول على الاقل تقول 18 ايه؟ 18000 18000 جنيه مصري 18 ايه؟ مفيش حاجه اسمها 18 يا جماعه، لازم تقولي الاجابه شافيه ووافيه ولكن باختصار. ما ينفعش احنا كلامنا بالعربي بنقول انا بعمل 18، انت بتفهم بقى 18000 في الشهر انما لما الموظف يسالك سؤال لازم تبقى الاجابه محدده، لازم تبقى الاجابه واضحه، ها؟ مش منتظر ان هو يخمن في الشهر ولا في السنه، ما هي كده نرفزتها اتنرفزت الموظف. يلا معلش انا نفسي اتنرفزت طبعا للناس اللي اخدت رفض، معلش يعني طبعا حظ اوفر ليهم في المرات اللي جايه. نكمل بقى مع بعض، انت دخلت بقى جه دورك وواقف قدام الموظف، قولي الاسئله اللي سالتها ايه. هو بيبقى قاعد جوه في ازاز كامل، مفيش غير شباك ازاز وخرم يعني مربع ازاز كده، وفي درج، الدرج ده بيبقى عنده مده بتحط الورق للبنت في الاول خالص يا استاذ محمود قلت لحضرتك عليه، اللي هي خدت السيفز والاف 1 وحطتهم فين؟ في الباسبور. ده لما هو يمد الدرجه في اول مره بتحط له الورق اللي هي حطته له، فكل كيس بتبقى مختلف. الدراسه بيبقى كده، السياحه ما تقريبا ما بيبقاش بتدي له بس الباسبور وهو بيفتح دي اس بتاعتها من قدام على الكمبيوتر. قال لي رايح فين؟ قلت له رايح تو يوت يونيفرسيتي تو ستارت كذا كذا كذا. قال لي واي ليه؟ فقلت له علشان عايز اعمل باتشرال، عايز اعمل باتشر في المجال بتاعي كذا كذا كذا. انا لسه بكمل كلامي وبشرح، قام قايل لي قام مديني الورق الاف 1 والسيفس، مد ايده اداني الورقه البيضاء، الورقه البيضاء اللي هي القبول. قام قايل لي يور فيزا از ابروف كونجراتوليشن. فانا كنت مستوعب ان لسه الموضوع اكبر من كده بكبير جدا. قال لي يور كونجراتوليشن يور فيزا از ابروف. فقلت له ثانك يو وات از ذا نيكست ستيب؟ قال لي جو يور هوم. مش هتبات بقى في يعني خلاص اتكل على الله بقى روح انت. مش عارف بالظبط. انا اول ما بسمع السؤال انا عارفه
ما تلجلجش على طول، اجابتي اللي انا حافظها على طول وبالراحه، مش برضو اصل كنت بتدرب على الانجليش بسرعه، فبعدين جاء حد قال لي لا اتكلم بالراحه علشان انت اصلا مش بروفيشنال انجليش، فما تتكلمش انجليش عشان انت تتكلم واحد امريكاني، فلما نتكلم معاك هو برضو انجليش امريكاني انت مش هتفهم حاجه اصلا، اتكلم انجليش بتاعك الطبيعي. عظيم. وهو المقابله كلها اللي هي ما زادتش عن دقيقه دي يا محمود اخر كانت كلها بالانجليزي صح كده؟ اه ما سالكش بقى تاريخ ميلاد الوالده امتى، ولا انت دخلت الجيش ولا لا، ولا اي حاجه من البيانات بتاعت الدي اس 160 دي ما جاش سيرتها خالص، كل التركيز على الهدف اللي انت مسافر امريكا علشانه، ويمكن ايه الروابط او الاسباب اللي هتخليك لازم ترجع بعد ما تخلص المهمه بتاعتك صح كده؟ مظبوط مظبوط. قول لي هل كنت مجهز نفسك؟ انا عارف ان انت شخص منظم جدا وكنت حاطط ورق على الحيطه، وهو ده التجهيز والشغل اللي انا بحبه بجد، هي دي الناس اللي بجد بتعرف توصل لهدفها، ما بياخدش الموضوع بعشوائيه ويقول اروح وخلاص وزي ما تيجي تيجي، لا لازم تكون جاهز. انت صحيح مش متعشم، ما فيش اي نوع من العشم، ولكن لازم تكون جاهز. ايه التجهيزات بتاعت السؤال؟ ايه اللي هيرجعك مره تانية لو كنت اتسالت؟ انت كان ايه يعني الروابط بتاعتك في مصر؟ هو ما سالنيش السؤال ولكن انا كنت مجهز الاجابات بتاعت السؤال ده. اولا انا خاطب وهرجع عشان اكيد هتجوز دي. ثانيا انا البوزيشن بتاعي او مجالي ما يسمحليش ان انا مثلا ابقى في امريكا كاسر فيستي عشانه اكسر فيستي واشتغل مثلا في اي حاجه ضعيفه. كنت هقول له ان انا مثلا هنا انا حاجه بروفيشنال جدا افخم جدا، واكيد مش هكسر الفيزا عشان اقعد مثلا اشتغل في ماكدونالدز او اشتغل في بنزينه يعني في امريكا عشان اكسر فيستي، فلازم هرجع بلدي عشان احافظ على فيستي عشان بعد كده اخد فيزا تانية لما اجي اقدم عليها. محمود بشكرك شكرا جزيلا، لان انا عارف ان انت مشغول جدا وخلاص بتجهز علشان تسافر على امريكا تبدا الدراسه بتاعتك. شكرا انك اخذت الوقت وقضيته معانا، وبستسمحك لو جات يعني اسئله كتير في التعليقات وكان رد الفعل ايجابي، ان احنا ممكن بقى نرجع مره تانية نعمل لقاء بقى من جوه امريكا، تكون وصلت بالسلامه وبدات الدراسه علشان نجاوب فيه على اسئله الاصدقاء اللي هيسيبوها لنا تحت في التعليقات. ان شاء الله يا استاذ محمود، ده شرف كبير جدا جدا ان انا يعني اعمل مقابله مع حضرتك واقابل حضرتك. يعني انت حضرتك صدقني انا كنت في اوقات انا كنت ببقى محبط جدا والله، اخش اشوف فيديوهات حضرتك انا باخد فول باور، اقسم بالله ترجع لي لا 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 في امل، لا لا الدنيا لسه فيها خير، لان حضرتك مثال جدا لما حضرتك سافرت وانت كنت لسه بتدرس هندسه او لما خلصت هندسه والدنيا ضاقت، انا عارف قصه انا شايف كل فيديوهات حضرتك، فقلت لا ده ودلوقتي حضرتك يعني ما شاء الله، لا في امل ان احنا لسه نقدر نسعى ونحقق احلامنا في بلاد تانية، لا موجود وان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب. بالظبط بالظبط، زي ما بقول دايما يا محمود وانت اكيد هتتفق معايا، ان you never fail until you stop trying، محدش بيفشل طول ما انت مصر على المحاولة وبتشتغل وبتبذل المجهود بجد. بشكر كل الاصدقاء اللي تابعوا معانا الحلقة، ما تنسوش لو بيعجبكم المحتوى تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب، واشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.